السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضري. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على لعبة جديدة، هي لعبة المتاهة. هناخد لعبة المتاهة النهاردة إن شاء الله بطريقة جديدة. طيب أنا أول حاجة طبعا المفروض إن أنا أدرج هنا المتاهة عشان أبدأ أشتغل عليها، سواء كنت هتشتغل عليها ككائن أو أشتغل عليها كخلفية باك دروب. أنا هاجي هنا أعملها بس من خلال الرسم، هفتح الباك دروب هنا وأبدأ أختار الأمر اللي اسمه البينت أو الرسام. أضغط كده على الرسام، هيفتح لي اللي هو الايه الباك دروبس هنا عشان ابدا اشتغل الرسم. طيب هعمل ايه؟ انا هرسم، هشتغل الحكايه ديت من خلال الرسم، ممكن بالفرشه، ممكن باللاين حسب ما انا، وممكن اعملها بالدوائر السيركل، وانا هختارها من الريكتانجل او المستطيلات. طيب اول حاجه انا هختار اللون طبعا بتاع الفل، لون المل، وهفتح هنا الاوت لاين او الاطار، واختار اللي هو الامر الشفافيه اللي هو الشكل ده، اضغط عليه عشان مش يعمل لي حدود. طب هبدا ارسم كده المستطيل. طبعا انت هتحدد العرض بتاعه او السمك بتاعه زي ما انت عاوز. انا بتاكد هنا بس ايه من الشكل اهوت، يبقى بعمل برسم الشكل وبعين من هنا برضو في الخلفيه. طيب ماشي كده، وبعدين هروح ادرج كمان واحده كده، ممكن ادرج هنا واحده كده، واروح دارج كده، واروح دارج هنا كمان واحد، دي طالعة لبره مفيش مشكلة. هنروح ضاغطين على السيلكت واسحب وابدأ احدد اهوت، ادخل اعمل تداخل في بعضه. ممكن ان انا استخدم برضو الفرشة اعمل تزويدة كده لحبة حيات كده زيادة معانا، اروح اعمل كده مثلا اهيت. طبعا ممكن ان احنا نكبر، وممكن ان انا اعمل هنا كده حتة مثلا، وممكن اروح حاطط هنا كده، يبقى دي بس بزيد من مستوى الصعوبة بتاعت اللعبة بتاعت. طبعا واحد يقول لي ده في جزء فوق، الجزء اللي فوق ده هنا هل هو ظاهر هنا؟ لا. تمام طيب يلا نبدا مع بعض. هنحذف اللي هو الخلفيه اللي ملهاش لازمه عندي دي، وابدا ادخل في مرحله الكود. طبعا هنا انا عندي اهوت الايه الكائن القطه، هبدا المفروض القطه هتبدا من البدايه من هنا. طبعا حجم كبير مفيش مشكله، هنيجي في الحجم هنا ونصغر مثلا نخليها 60%، الحجم كويس كده خالص. حتى لما نيجي هنا كده برضه اهوت مناسب ان هو يبدا يطلع ويتحرك، طبعا لازم ندي مستوى صعوبه. طيب تمام كده. طيب المفروض ان انت عارف ان انا عندي المتاهه لابد يكون لها بدايه ولها نهايه. طيب انا هنا بدات اهوت البدايه هنا، وبالتالي انا عاوز المفروض ان هو يعدي من هنا كده لحد ما يوصل لعند هنا. طبعا انا ممكن احط له هنا في النهايه خط، او ممكن احط له رمز او شكل بحيث ان هو لما يلمسه يبقى وصل للنهايه. وممكن على فكره ان انا اقول له لما تلمس الكائن ده اعمل نيكست باك دروب واعمل له خلفيه ثانيه، يبقى يعمل اكتر من متاهه يعني عشان يلعب في اكتر من متاهه. عادي مفيش مشكله، انا عاوز اعمل الكلام ده كله. تمام كده. طيب يبقى انا هنا في الحاله دي انا احط له هنا كائن من الكائنات. يلا نضيف كائن، هندخل هنا شوز سبرايت، وابدا اختار اي كائن من انواع، ممكن ان احنا حتى نجيب كائن من خارجي من بره، قطعه لحم، ممكن اي حاجه، اي حاجه فانتزي او حاجه مؤثره، ممكن نضيف تفاحه، ممكن نضيف اي كائن يعني زي ما انت حابب تضيف. احط هنا طبعا حجم التفاحه دلوقتي اكبر من حجم القطه بتاعتي، فنخليها مثلا هي رخصه 60% او 50% حسب ما انت عاوز، واثبت هنا. طيب يلا بينا بقى عشان نبدا نحرك الايه القطه. طبعا انا واقف هنا في التفاحه يبقى هتحرك لي الايه الكائن. طيب انا عشان احرك القطة المفروض القطة هتنزل وهتمشي يمين وهتطلع فوق وهتنزل وتطلع، وممكن ترجع للخلف يعني تعمل لورا او كلام من ده. يعني معنى كده ان القطة بتاعتي هتلعب في او هتتحرك في الاربع اتجاهات بتوعي. تمام كده. وبالتالي ان انا محتاج كده ان انا احرك الاربع اتجاهات عشان ابدا اشتغل بيها. طيب هنعمل الحكاية دي ازاي؟ يلا نشوف الكود. هاجي هنا في الكود، طبعا هدخل على الايفنت او الاحداث، هلاقي عندي الامر اللي هو اللي اسمه ايه الوين سبيس كي بريست عند النق او الضغط على الايه اللي هو المسطره او المسافه. هفتح هنا هلاقي هنا ان عندي اهوت اسهل حاجه الاتجاهات جاهزه، اب داون رايت ليفت. هاخد الاب، ممكن ان انا اعمل دوبليكيت كمان منه واخليه داون اسفل، وبعدين اخد دوبليكيت او مضاعفه منه او تكرار واخليه رايت، واخد كمان مضاعفه واخليها ليفت. يبقى انا كده خدت الاربع اتجاهات اللي هو هيتحرك فيها الكائن بتاعي. طيب انا عاوز احركه، احركه ازاي؟ طبعا الحركه يبقى هندخل في الموشن، وعندي في الحركه هنا اكتر من امر، ممكن ان انا اشتغل على موف، ممكن ان انا اشتغل على اللي هو قيمه الاكس وقيمه الصاد، قيمه السين والصاد او الاكس والواي يعني، ادي شينج اكس وشينج واي، ممكن ان انا اشتغل على اي حاجه من الثلاثه اللي احنا عندنا دول. وبالتالي انت هنا لابد ان انت تختار انت الحركة بتاعتك هتعملها على موف ولا دي. طيب انا ايه رأيك ان انا ممكن اعملها باي واحدة فيهم، بس انا عاوز ان اتجاه الوش
بتاع الكائن بتاعي يبقى اكنه حقيقي، يعني لما امشي لقدام يبقى وشي قدام، اجي ارجع لورا يبقى وشي للايه للخلف وهكذا، تمام. وبالتالي ان عاوز الوجه بتاع الكائن يبقى ايه مظبوط. طيب اعملها ازاي؟ اي طريقه انت تناسبك بقى، مفيش اي مشكله. انا هاخد الامر موف، هشتغل على الامر بليس موف، يبقى هنا هجيب الموف. طيب بس انت عاوزه يبقى هنا اب وشه لاعلى، طب هتعملها ازاي؟ في هنا عندي الامر اللي اسمه بوينت دايركشن، هاخد البوينت دايركشن هنا وافتح الامر هنا. طبعا انا ممكن اكتب صفر بس انا هاجي هنا بالسهم واطلع لفوق كده، يبقى كده هيبقى اتجاهه لايه؟ للاعلى، تمام كده. طبعا هنا ايه، بص كده وشه لفوق وطلع لفوق. طب ده لما هنيجي نقلب هنشوف دلوقتي. طب ولاسفل هعمل نفس الحكايه، هجيب البوينت دايركشن الاول اهيت معايا وافتح واروح جاي ساحب 180. طيب اضغط عليها كده حتى بص وشه ايه نزل لتحت. طيب اعمل موف بالسالب، لا هي موف بالعشرة. ليه؟ لان انت قلت له انا عاوزك تبقى في الاتجاه الفلاني، تمام، وبالتالي ان هو هيبدا ايه ينزل. اضغط كده تمام. طيب الرايت والليفت، هنيجي على الرايت اجيب برضو البوينت دايركشن اهي واضغط هنا، طبعا هي مظبوطه كده 90 هيئه ناحيه اليمين، واجيب الموف 10. طيب حرك لمده 10 واجيب هنا الليفت اقول له بوينت دايركشن، طبعا دي هتبقى بالسالب، افتح واعدل هنا الاتجاه الناحيه الثانيه، واجي اجيب الموف اللي يتحرك بمقدار 10. يبقى كده اصبح معايا الاربع زراير كده كاملين. بس استنى بقى، وهو راجع شوف عمل معايا ايه، انقلب كده او عمل دوران كده. سهله دي، هاجي من الدايركشن هنا اضغط واختار الامر اللي هو الايه الليفت ورايت ده، او ممكن من الكود من الموشن واختار الامر اللي اسمه ايه سيت روتيشن ستايل ليفت تو رايت. يبقى انا كده ايه عملت الحركه اهوت، يبقى عملت الامر بتاع الحركه اب داون رايت ليفت، كده انا ضمنت ان هو يتحرك. طيب مش انت المفروض الكائن بتاعك ده هيجي يلمس اللي هنا؟ بس سيبك من لمسه للتفاحه دلوقتي، وهو ماشي دلوقتي بص كده لو جيت امشي ايه ده دي متاهه، المفروض ان هو مش ينفع الكلام ده، ده هو بيعدي كده من الحواجز اللي انا عاملها له ولا اكنه شايفها. يبقى هنا في مشكله. طب افرض ان هو لمس الحواجز ديت، ايوه هو ده الكلام اللي المفروض نجيبه. طيب هنيجي هنا نتكلم نقول ايفنت، بس قبل ما اقول له لو لمست او مش لمست اقول له معلش انا عاوز اول ما ابدا اللعبه ان انت يبقى مكانك ده ثابت، وبالتالي هيجي هنا في الموشن ونختار الاحداثيات اللي هو الجو تو اكس واي، طبعا على حسب ما انت مثبت المكان بتاعك. بعد كده هو احتمال كبير ان هو يلمس المتاهه او الخطوط المتاهه اكتر من مره، وبالتالي هنا هندخل في الكنترول ونختار الفور ايفر او كرر باستمرار لان احتماليه كبيره. احتمال يلمس، احتمال يبقى على طول از اف، يعني اخد اف الشرط يلمس، اللمس يبقى قائمه الاستشعار او السنسنج، واقول له هيلمس ايه؟ ده هيلمس كائن، انا مش بقول له هيلمس التفاح، انا بقول له هيلمس الحاجات اللي المرسومه دي، ايوه يعني هيلمس ايه؟ لون، يبقى هنا تاتشنج كلر. انهي لون؟ افتح دي ابدا اظبط بقى على اللون، لا مش هتقدر تظبط اللون لان الدرجه الاوليه لو فرجت ثانيه شعره في اللون في اللي هو الاشباع والسطوع وكام ده مش هينفذ حاجه، وبالتالي افضل ان انا اختار القطاره دي كده واجي على اي حته في اللون اهوت. بص الدايره نفسها اتلونت اهي، هتبقى اي مكان اهو، المهم مش يبقى كده، يعني مش تيجي كده تقول لي كده انا مختارها حته فوق اهي، لا الدايره الاطار بتاعها لونه ابيض وبالتالي مش اختار، يبقى لازم اشبعها كده، اضغط اوتوماتيك خد نفس الدرجه اللونيه. يبقى اذا لمس ديت ايه اللي يحصل؟ والله دي انت حر فيها بقى، ممكن ان انا اقول له جو تو اكس واي اللي هو قيمه البدايه، وممكن بلاش قيمه البدايه اقول له بلاش تراجعه جوه كده للاخر، اقول له خلاص اعمل موف بمقدار مثلا سالب 10 بمقدار سالب 5 بمقدار زي ما انت عاوز، تمام كده. طيب هنعمل حته تانية كمان هنزودها بس مش دلوقتي هقول لكم عليها. ايه رايك؟ لا خليها دلوقتي. ايه رايك كمان ان انا ممكن اضيف فاريبل، هاجي هنا اقول له ميك فاريبل واسميه مثلا النقاط او سكور زي ما انا عاوز النقاط. تمام. يبقى هنيجي هنا فوق واقول له ست النقاط، طبعا هحطها مثلا هنا، وممكن ان انا اعملها كده وخلاص. طبعا انا حطيتها في دي ليه؟ لانه لو لمس ديت هيرجع، وبالتالي ديت مش ايه المفروض نشيل فيها. طيب ست النقاط بصفر، اول ما ابدا النقاط هتبقى بصفر، باجي هنا اقول له شينج النقاط بسالب واحد،
تمام خلاص تمام. ندخل على الابل. طب الابل بالنسبه للابل انت المفروض هنا لو انت لمست الابل يبقى انت ايه فزت. طيب اعملها ازاي؟ هاجي اقول له هنا، وممكن احط نفس الكود في الكات في القطه يعني في السبرايت 1، اقول له هنا اف. طبعا احتمال كتير ان هو يلمس التفاح اكتر من مره وبالتالي هناخد فور ايفر، وفي احتمال يبقى قاعده اف على طول، وهنا هيلمس. بس هنا هيلمس ايه؟ كائن اللي هي الابل، وبالتالي هاخد الامر استشعار او سنسنج واقول له تاتشنج ماوس بوينتر، واختار هنا الاوبجكت او الكائن واقول له سبرايت 1. لو انا لمست السبرايت 1 طبعا انا ممكن اضيف ساوند او ممكن اضيف ساي واقول له هنا مثلا مبروك، طبعا اشيل بس اللي هنا، او كونجراتيوليشن او جود او اي حاجه انا عاوزها، وممكن اضيف ساوند كمان واقول له برافو او اي حاجه انا عاوزها، وممكن اضيف صوت اللي هو الاكل بتاع الايتنج بتاع الترامب ديت بتاعت هم هم كده من. تمام. طيب بعد كده ايه اللي يحصل؟ لو انت ممكن حابب ان انت تضيف كمان واحده مفيش مشكله. هنيجي هنا الاول قبل ما اخلص اقول فاريبل وشينج النقاط، غير النقاط بمقدار واحد، يبقى انت كده كسبت جوله. طب وبعدين هنيجي هنا في الايفنت واقول له بص ايه رايك ان انا اخليك بدل، انا ممكن عندي احتماليه، ممكن اخليه يعمل كمان متاهه يعمل باك دروب تاني ويبدا ينتج للثانيه وثالثه، وممكن ان انا اقول له ارجع، يبقى ممكن ان انا اقول له لما تلمس دي ينجلني للباك دروب 2، وممكن اقول له لو لمست ديت ومبروك ترجع تاني هنا من اول وجديد ونبدا نكرر اللعب. طب نعمل التكرار ازاي؟ هاجي هنا في الايفنت واقول له برودكاست بس رساله بعنوان ستارت ابدا اي حاجه انا عاوز، لما اقول له تراي جيم اي حاجه انا عاوز اقول له الرساله يعني. واجي هنا في القطه في الكات في السبراي واقول له هنا اهو وين اي ريسيفد ابدا او ستارت، لما ابدا لما استلم الرساله ايه اللي يحصل؟ ولا حاجه. هاجي اقول له هنا اهو هو لسه الكائن هنا، احط الجوتو هنا من الاول اقول له ابدا من اول وجديد، ادي جوتو اكس واي قيمه البدايه. يبقى هنا انا المفروض اهو بص كده لما اجي اتحرك بص كل لما ابدا، وهنا السكور بالماينس طبعا ممكن ان انت تزود درجه الصعوبه زي ما انت عاوز. هنا طبعا انا كنت لامس فعشان كده كانت ايه مبروك، طبعا هي هنا صحه بس من 28 هتبقى 27 وهكذا ترجع تاني. وممكن كنت انا اقول له هنا بدل ما موف اقول له ايه جو تو اكس، يبقى هنا اول ما يلمس يرجع من اول وجديد، يبقى دي عقاب يعني. ممكن اقول له ديت اهيت، ممكن اقول له هنا دي واقول له ها اول ما تلمس ارجع لنقطة البداية تاني، يبقى أول ما يجي يلمس بص كده. طب أنا هوقف اللعبة الأول وأشغل اللعبة الأول. شوف راح راجع ورا خالص. طبعا أنا هنا شلت اللي هو السالب، السالب هنحط تاني زي ما هو. هي كانت السالب موف كانت المفضيات هي اللي تنشال مش لازمه، بس مش مشكله عاد خلاص، لان هيرجع وهيروح جاي مرجعها للجوتو، وبالتالي دي مش لازمه اللي هم اهو بص كده تمام كده ديت اكبر. تمام. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، تشترك معنا في القناه وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.